السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى دورة Discourse Analysis. كما يعني ذكرنا في الدرس الأول، هذا هو المرجع الرئيسي في الدورة، جوجول The Study of Language، الكتاب المشهور بين الطلبة. اليوم سأنتقل إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني أنا أعتبره من الدروس المهمة في هذه الدورة، وسنتحدث عن مفهومين. المفهوم الأول هو cohesion، والمفهوم الثاني coherence. إيش الفرق بينهم؟ وراح نعطي أمثلة يعني كافية، وتوضيح إن شاء الله يكون يعني يلقى رضاكم. بشكل عام يعني فكرة عامة، شو الفرق بين الكوهيجن والكوهيرنس؟ كوهيرنس means the connection of ideas at the idea level. إذا لما نتكلم عن الكوهيرنس نتكلم عن الربط بين الأفكار، يعني الأفكار مترابطة، يعني نتكلم على مستوى الأفكار اللي هو idea level. Whereas cohesion is the connection of ideas at the sentence level. نتكلم صحيح عن ترابط الأفكار بس على مستوى الجمل، يعني إيش الجمل، كيف الجمل مربوطة. هذا الكلام نوضحه أكثر من خلال الأمثلة. خلينا أول شيء نأخذ مفهوم الكوهيجن. Cohesion يعني بشكل عام هو the ties and connections that exist within texts. إذن هي روابط وأدوات الوصل الموجودة داخل النصوص. شو يعني روابط؟ شو يعني أدوات وصل؟ إيش النصوص يعني؟ A number of those types of cohesive ties. أحيانا نشوف تعبير cohesive ties، يعني cohesive اللي هي adjective من cohesion، إذا روابط تماسكية. Can be identified in the following paragraph. زي ما قلنا ممكن نوضح معنى cohesion والمقصود فيه من خلال هذا النص. خلينا نقرأ النص وبعدين نحلله. My father once bought a Lincoln convertible. He did it by saving every penny he could. That car would be worth a fortune nowadays. However, he sold it to help pay for my college education. Sometimes I think I'd rather have the convertible. بنلاحظ هنا، خلينا نتكلم على مستوى الروابط وأدات الأدوات الوصل الموجودة في هذا النص. بنلاحظ أنه بدأ my father، لاحظ هنا استخدم indefinite article Lincoln convertible طبعا، بس يعني للمعلومة أنه المقصود في الconvertible اللي هي سيارة كشف، بتعرف السيارة سقفها بكون مكشوف، ممكن تغطيه ممكن تكشفه، يسموها convertible طبعا نوعها Lincoln. نلاحظ انه في عنا انواع من الروابط، يعني هنا في عنا reference، هي عمين بتعود على my father. He did it by it عمين بتعود. My father once bought a Lincoln convertible. He did it by saving. Did it يعني عمين بتعود. Saving every penny he could. He عمين بتعود. That car بتعود على مين؟ ملاحظين أنا حاط بالأحمر هاي على أساس إنه reference pronouns أو reference words أو reference phrases. That car. طيب بقصد بإيش that car؟ However، رابط هذا بربط إيش؟ إيش معنى however؟ He sold it. طيب هي مين هو؟ My father مثلا. It هل هي Lincoln convertible أو that car؟ To help pay for
عفوا my college education. إذن هنا my يعني متعود على المتحدث مثلا. sometimes I think I'd rather have the convertible. فملاحظ أنه في مجموعة من الروابط في هذا النص بتخليني أفهم النص. يعني الجمل هاي مربوطة بروابط. خلينا نتعرف على هاي الروابط. أول شيء أنا قسمتها لثلاث أنواع. There are connections present here in the use of was to maintain reference to the same people and things. إذن النوع الأول هو عبارة عن روابط مرجعية بتعود على الناس الموجودين بالقصة أو على الأشياء الموجودة بهذا النص. في عندنا مثلا father، نلاحظ أنه استخدم هي أكثر من مرة للتحدث عن father. استخدم my للتحدث عن نفسه، my I، تحدث عن روابط it اللي هو بيعود على Lincoln convertible. إذا أول نوع من الروابط اللي تكلم عنها واللي هي بتربط الجمل اللي هي reference connections، اللي هي روابط اللي فيها مرجعية، يعني بمعنى آخر مرجعية الضمير زي ما قلنا هي بتعود على مين، it بتعود على مين، he ملاحظين بتعود على مين، ملاحظين هي 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 كلها بتعود على my father. That car بتعود على مين that car، هذه راح نجي لها في النوع الثاني. it هنا بتعود على مين، على Lincoln convertible أو على car. إذا هنا نتكلم عن النوع الأول اللي هو الضمائر اللي بتعود على الأسماء وبالتالي تربط الجمل. النوع الثاني there are connections between phrases، في ترابط أو روابط أو أدوات وصل يعني بين أشباه الجمل. طبعا شبه جملة الفريز مش جملة كاملة. مثلا A Lincoln convertible، A Lincoln convertible عشان يوضحها ملاحظين شو قال that car. إذا فهمنا أنا يعني لو ما بعرف شو يعني convertible بعرفها من خلال هاي الفريز ذات كار. إذا ذات كار هاي الفريز بتعود على لينكولن كونفرتبل. إذا في عندنا نوع من الروابط اللي هو سماها زي ما انتم ملاحظين كونكشن بتوين فريزز، فريزز استخدم فريزز للتوضيح. ملاحظين ذات كار عشان يوضح شو المقصود بلينكولن كونفرتبل استخدم ذات كار. إذا ذات كار بتوضح معاني أو معنى الكونفرتبل. أيضا استخدم ذا كونفرتبل بآخر النص، لاحظتوا هنا قال A Lincoln convertible ذكرها أول مرة استخدم نكرة. هنا قال I think I'd rather have the convertible استخدم هنا ما أعرف ليش، لأنه أصبح معروف عن إيش بتكلم، عن السيارة المكشوف اللي ذكرها أول مرة. زي ما أنتوا عارفين أول مرة نذكر الشيء بكون نكرة، إذا ذكرناه مرة ثانية بصير معرفة. إذا هاي من الأشياء اللي سماها هو يعني phrases. إذا النوع الأول بتعلق بالرفرنس، النوع الثاني بتعلق بتوضيح بعض أشباه الجمل اللي هو phrases، روابط ربط يعني بين أشباه الجمل. النوع الثالث اللي هو more general connections، يعني في روابط يعني عامة. Created by a number of terms that share a common element of meaning such as money. يعني مثلا لو أخذنا مفهوم الفلوس في هاي القطع، بنلاحظ أنه استخدم أشياء لها علاقة بالفلوس، أشياء عامة. مثلا بالفلوس إيش استخدم؟ استخدم هنا زي ما أنتم ملاحظين الفعل bought له علاقة بالفلوس، اشترى saving اللي هو التوفير، أيضا penny له علاقة بالفلوس، worth a fortune يعني قيمتها ثروة أو تستاهل أو تستحق، sold باع، pay يدفع، كلها لها علاقة ب
مفهوم الماني. أيضا في عندنا كلمات لها علاقة بمفهوم الزمن، لاحظين يعني روابط، هاي كلها روابط عامة، روابط زي once، إحدى المرات، nowadays، هاي الأيام، sometimes، أحيانا، كلها لها علاقة بالزمن. ملاحظين إذا في عندنا روابط عامة لها علاقة بالماني والتايم. أيضا the verb tenses in the first four sentences، ملاحظ إنه استخدم simple past، في ترابط بين الأزمنة، يعني استخدم past past past. فإذا في هذا النص لاحظنا إنه في ترابط بين الجمل، في عندنا روابط بتعبر عن reference، يعني المرجعية، روابط بتعبر عن توضيح بعض الفريزز، روابط عامة العلاقة بمفهوم الماني والتايم، وأيضا استخدام زمن معين اللي هو simple past أو في الباست. إذا النص المتوفر في هاي الأنواع من الروابط بنقول إنه it is a cohesive text، يعني نص في تماسك وفي ترابط. طيب يا ترى هذا الكوهيجن شيء جميل يعني كان في هذا النص، لكن السؤال إنه هل الكوهيجن، وجود مثل هذه الروابط وأدوات الوصل، هل هي كافية بتساعدني في فهم النص؟ سؤال جيد. خلينا نشوف المثال الثاني واللي فيه أيضا روابط، لكن هل يا ترى راح نفهمه بنفس الطريقة اللي فهمنا فيها النص الأول؟ هذا هو النص، وخلينا نقرأه أول شيء بعدين نعلق عليه. My father bought a Lincoln convertible. إذا نفس البداية. My father once bought a Lincoln convertible. نفس البداية. لكن بقول the car driven by the police was red. That color doesn't suit her. طيب وين انتقل الآن؟ The car، أي car؟ convertible. طيب كيف أنا يعني my father bought a Lincoln car؟ خلينا نقرأ النص. My father bought a Lincoln convertible. The car driven by the police was red. That color doesn't suit her. She consists of three letters. However, a letter isn't as fast as a telephone call. ملاحظين القطعة هاي فيها يعني فيها روابط على مستوى الجملة. زي ما قلنا Lincoln convertible، في عندنا فريز بتوضح انه هي ذكر بتعود على Lincoln convertible. عندنا ايضا red، بعدين بقول لك that color بتعود على red. طيب في عندنا روابط هير reference. طيب هير على مين بتعود؟ على car مثلا. طب ليش ما استخدم it؟ طب she على مين بتعود؟ في عنا يعني إذا reference pronouns، بس مش عارفين عمين بتعود. consists of three letters. طيب three letters بتعود عمين؟ يعني ثلاث حروف. عمين الثلاث حروف بتعود على car مثلا. however في عنا رابط however. a letter isn't as fast as a telephone call. شو علاقة التليفون كول بالموضوع؟ إذا لاحظنا إنه في عنا نص في روابط يعني شبيهة بهاي الروابط اللي تكلمنا عنها قبل شوية، في reference، في عنا connection between phrases، لكن حاسين حالنا ضايعين في النص هذا، مش قادرين نفهمه زي ما فهمنا النص الأول. النص الأول زي ما شفتوا إنه واضح فهمته، لكن النص الثاني حاس حالي ضايع. طيب however by itself cohesion wouldn't be sufficient،
يعني معنات وجود الروابط بين جمل غير كافي إنها تساعدني على إني أفهم النص. Would not be sufficient to enable us to make sense of what we read. It is quite easy to create a highly cohesive text that has a lot of connections between the sentences, but is very difficult to interpret. في عندنا نص في روابط وممتاز وكذا بس صعب أفهمه، مش فاهم الأفكار بين الجمل هاي، مش قادر أربطها، ما في ترابط بالأفكار. في ترابط في النص من حيث الجمل، لكن الأفكار ما في ترابط بينها. Note that the following text has connections such as Lincoln, the car, red, that color, hair, she, letters, a letter. يعني روابط لكن مش قادر أفهم النص. شو علاقة البوليس ب Lincoln of my father؟ شو علاقة color ب hair؟ she مين she مين hair؟ طيب شو علاقة three letters؟ لاحظين يعني في روابط بس مش قادر أفهم النص. هذا بدلني النص هذا على أنه الجمل مترابطة بوجود روابط معينة تكلمنا عنها زي reference connections وال phrases connections، لكن ما في ترابط بالأفكار، ما في ترابط بالأفكار. طيب هذا بقودنا على القول أو إلى القول على أنه cohesion is not enough، يعني الروابط هاي غير كافية. طيب إذا هي غير كافية معناته إحنا محتاجين لترابط بين الأفكار. It becomes clear from this type of example that connectedness we experience in our interpretation of normal text is not simply based on connections between the words. إذا هذا بدل على إنه الربط بين الكلمات أو الجمل غير كافي وما بيساعدني على فهم النص. There must be some other factor that leads us to distinguish connected text that makes sense from those that do not. This factor is usually described as coherence. إذا الروابط مثل هاي الروابط اللي هي the car و red و that color و he وعفوا she و her و إذا هي مش مساعدتني أفهم النص، معناته أنا محتاج لشيء آخر يفهمني النص اللي هو بنسميه coherence. coherence إذا الآن بدي أتكلم على مستوى الأفكار. الأفكار هي بتخليني أفهم النص حتى مع غياب مثل هاي الروابط. خلينا نأخذ محاولة بسيطة ونشوف إنه كيف مفهومة مع غياب مثل هذه الروابط بين الجمل. نشوف هذا الحوار بين يعني كما يبدو زوج وزوجة، her him. Here, that's the telephone. Him, I'm in the bath. Here, okay. الآن عندنا حوار بسيط. هي بتحكي لزوجها that's the telephone. طبعا احنا لو بدنا ناخذ المعنى حرفي هناك التليفون that's، طبعا مش مقصود انه هناك التليفون، لا هو بفهم شيء آخر انه هي بتقول له رد على التليفون، معناته التليفون من السياق كما يبدو انه برن، هي بتقول له ذاتس ذا تليفون، فهو فهم انه يعني رد على التليفون، فهو بقول لها ام ان ذا باث، انا في الحمام، كيف بدي ارد على التليفون؟ فهي فهمت على انه ما بيستطيع يرد على التليفون، فقالت له اوكي. ملاحظين يعني حوار بسيط ما في روابط، ما في شيء وما في it وما في however ولا في من روابط بين الجمل، ومع ذلك فهمنا النص. ليش؟ لأنه في عنا
ترابط على مستوى الأفكار. الأفكار هاي بتكون بخلفية المتحدثين، اللي هو راح يسميها إنه راح يسميها conventional actions. conventional actions شيء متعارف عليه بين الأشخاص، بيفهموا الرسائل فيما بينهم بدون وجود روابط في النص. ف that's the telephone، هو فهم إنه the telephone is ringing and please answer it. فهو قال لها I am in the bath. هي فهمت إنه I can't answer the telephone because I am in the bath. قالت له okay، يعني okay you can't answer it، I will answer the telephone. كل هاي الأشياء فهمناها من خلال هذا الحوار. طيب هاي الخلفية يعني اللي من خلالها فهمنا النص هي متعلقة بالأفكار. إذن عدم وجود روابط بين الجمل، وإنما روابط بين الأفكار، بين الخلفية الموجودة عند المتحدثين اللي خلتهم يفهموا على بعض في هذا الحوار، هذا يندرج تحت الكوهيرنس. إذن كوهيرنس، the key to the concept of coherence، everything fitting together well، يعني كل شيء مناسب في مكانه، is not something that exists in words or structures، يعني هذا مش موجود بالكلمات، but something that exists in people، هذا موجود في عقول الناس اللي بتحدثوا. It is people who make sense or what they read and hear، يعني الناس اللي تقرأ الأشياء هي تفهم المعنى، الناس تسمع الحوار تفهم المعنى. إذا أحيانا الكلمات ما بتعبر عن المعنى بالنسبة للقارئ، أو الكلمات ما بتعبر عن المعنى بالنسبة للسامع، وإنما هو يفهم من النص شيء. فهمه من النص هذا بنسميه coherence. إذا شيء بتعلق بفهم الناس من النص هذا بنسميه يعني coherence. It is certainly present in the interpretation of casual conversation. إذا coherence موجود في تفسير أو فهم هذه المحادثة. We are continually taking part in conversational interactions where a great deal of what is meant is not actually present in what is said. كثير أحيانا إحنا بنفهم أشياء مش مذكورة في الحوار ولكننا يعني نفهمها. هذا الكلام إنه فهم شيء مش موجود في الكلمات، وإنما يعني إحنا بنفهمه من النص من السياق، هذا يندرج تحت الكوهيرنس. إذن كوهيرنس له علاقة بفهم النص بغض النظر عن وجود روابط بين الجمل. إذن there are certainly no cohesive ties with this fragment of discourse، يعني هاي محادثة بسيطة زي ما لاحظنا ما فيها روابط. طيب how does each of these people manage to make sense of what the other says؟ كيف كل واحد منهم فهم إيش بقصده الآخر؟ يعني لما هي قالت that's the telephone، يعني كيف فهم إنه يا فلان رد على التليفون؟ قال I am in the bath. كيف فهمت إنه أنا ما بستطيع أن أرد على التليفون لأني في الحمام؟ وهكذا. ففي أشياء بنفهمها من السياق مش موجود روابط بين هاي، يعني روابط مش موجودة بين هاي الأجزاء المحادثة. They do use the information contained in the sentences expressed، في أن يعني معلومات موجودة في هاي الجمل، but there must be something else involved in the interpretation، في شيء فهمناه وفسرنا من سياق هاي المحادثة. It has been suggested that exchanges of this type
are best understood in terms of the conventional actions performed by the speakers in such interactions. إذن في شيء تقليدي، في أفعال تقليدية متعارف عليها، conventional يعني أشياء متفق عليها، يعني متعارف عليها بين يعني المتحدثين. فهاي الأشياء المتعارف عليها المتفق عليها هي بتساعدني على فهم النصوص. إذن الكوهيرنس باختصار له علاقة بما يعنيه الناس وليس بما تعنيه النصوص. يعني لو أخذنا هاي المحادثة حرفيا بالنص ما نفهم منها شيء. That's the telephone. هناك التليفون. أنا in, I am in the bath. أنا في الحمام. أوكي ما فهمنا شيء. لكن لو أخذنا الفكرة اللي بتدور حولها هاي المحادثة إنه that's the telephone يعني معناها answer the telephone. هنا I am in the bath معناها I can't answer the telephone because I am in the bath. Okay يعني I will answer the telephone. ففهمنا أشياء غير موجودة في النص. هذا هو مفهوم الكوهيرنس. To sum up يعني الآن إذا بنلخص إحنا ورجعنا للقطعتين اللي قبل شوية أخذناهم، بنلاحظ في القطعة الأولى في عنا cohesion بمعنى في عنا روابط، عندي my، عنا أه وهنا صارت ذا، عنا هي بتعود على my father، عنا it بتعود لعملية الشراء، عنا هي بتعود على my father، عنا روابط إذا reference، عنا phrases زي ما قلنا that car بتعود على Lincoln، عنا موضوع الماني زي ما قلنا والتايم. إذن هنا في عنا cohesion لأنه في عنا روابط بين الجمل. طب سؤال ثاني، هل في تسلسل في الأفكار؟ هل فهمنا الأفكار إحنا؟ يعني بمعنى آخر طلعنا بفهم من القطعة my father once bought a Lincoln convertible he did it by saving every penny he could. لاحظ أنا فاهم شو بقرأ. That car هاي بتعود على would be worth a fortune nowadays لو ظلت هاي بتساوي يعني ثروة إنه. لكن however he sold it باعها عشان يساعد في دفع أقساطي وتعليمي في الجامعة أو الكلية. أحيانا sometimes I think I'd rather كنت بفضل إنه تكون موجود وأنا أمتلكها. يعني فهمنا النص، الأفكار مترابطة. إذن هذا النص فيه cohesion وفيه coherence. لكن لو أخذنا النص هذا My father bought a Lincoln convertible The car driven by the police was red في عنا cohesion لأنه في عنا روابط. لكن هل في عنا coherence بمعنى آخر هل استطعنا أن نرى تسلسل في الأفكار بحيث يساعدني على فهم هذا النص؟ لا، ما فهمت شو علاقة البوليس بالموضوع، ولا فهمت شو علاقة الثري لترز وشي عمين بتعود. إذن في كوهيجن لكن ما في كوهيرنس، في ترابط بين الجمل لكن ما في ترابط بين الأفكار. نو كوهيرنس يعني ما في ترابط بالأفكار، موجود كوهيجن يعني في ربط بين الجمل. إذن قد يكون موجود عندنا في بعض النصوص cohesion and coherence، قد يكون موجود عندنا في بعض النصوص cohesion لكن no coherence، يعني في ربط بين الجمل لكن ما في ترابط بالأفكار. وهي مشكلة يعني بسبب لنا مشكلة في عدم فهم النص. إن شاء الله أكون نجحت في التمييز بين cohesion والcoherence وشرح الفرق بينهم. هاي عناوين، عفوا هاي المراجع زي ما قلنا في المحاضرة الأولى، المرجع الرئيسي لجورج جول، وفي عندنا هنا عناوين للتواصل. إلى اللقاء في الدرس الثالث بعون الله، في أمان الله.